الموسيقى أعظم من الفلسفة وألطف من الحكمة، هكذا كان يقول الفارابي وهو مكتشف القانون. من القانون إلى البيانو، ومن الفارابي إلى الربيع العربي، جاءت الكثير من الأزمنة الجديدة، جاءت الكثير من الأحلام، أحلام التغيير. وظلت الموسيقى شهادة أخرى أقوى من الظلم، أقوى من الليل. مالك جندلي يعيدنا إلى زمن عربي يتحدث الثورة بالموسيقى. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الدوحة، مرحبا بكم إلى الميلينيوم في هذه الليلة، حيث تلتقيكم الجزيرة مباشر في سهرة مختلفة، إيقاعها الثورة وبعدها الموسيقى. مرحبا بك أستاذ مالك جندلي، واحد من الأسماء الجميلة في فضاء الموسيقى العربية. ولد في ألمانيا لكن الحنين حمله مرة أخرى إلى حمص ثم إلى دمشق، حيث تعلم الموسيقى، وكانت حكايات أخرى في الدراسة وفي الفن. ذهب إلى أوغاريرت لكن حمص ودمشق والثورة ظلت في قلبه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرحب بك أستاذ مالك. أستاذ مالك، كنت تتحدث بالموسيقى، ماذا كنت تقول بالكلمات لمشاهدينا الكرام؟ في البداية أود دقيقة صمت على أرواح الشهداء في الثورة السورية، خاصة شهداء حمص وكفرنبول ودرعا، والترحم على أبطال سوريا والشفاء العاجل للجرحى وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين. كنت أتحدث حكايات الثورة السورية من أنشودة القاشوش رحمه الله الفنان السوري الحقيقي، إلى يا الله مالنا غيرك يا الله، إلى سكاب العين، إلى كل هالأناشيد والنبض السوري الموجود في الشارع،
الذي يعكس الواقع واللحظات التاريخية التي نشهدها اليوم. هو مزيج بين الموسيقى، بين الألم، بين الأحلام، مزيج من المحافظات، من الشوارع، من الذين يصرخون من أجل التغيير. كنت فتى ألمانيا، ولدت في ألمانيا ثم رجعت إلى دمشق، ودمشق كانت أنذاك تعج بموسيقى الحرس الوطني في الفرقة الرسمية للموسيقى. ماذا كان يقول الموسيقيون آنذاك؟ هل كانوا ينتظرون هذا التغيير، هذه اللحظة، أم أن المرحلة كانت فقط للمارشات العسكرية؟ سؤال وجيه. أولا أنا سوري من مواليد ألمانيا، لكنني سوري 100%. أهلي من حمص. أعرف، ولكني أعيدك إلى النوستالجية، نعم. إلى الحنين. لا يوجد فن حقيقي بوجود الدكتاتورية أو بعدم وجود الحرية. عندما يكون عندك نظام قامع للحريات، حتى حرية الإنسان مش فقط الفنان، ينتج فن مزيف أو موجه ضد رغبة الإنسان. نعم. فمثل ما تفضلت، يعني الفنون دائما كانت توظف في التاريخ للتعبير عن مشاعر الإنسان، ولكن الأنظمة الدكتاتورية الخامعة كانت توظف الفنانين وتقمعهم أو تحد من حريتهم لحتى يخدموا مصالحها الشخصية. طبعا أريد أن أعيدك إلى ما صنعته الحالة ما قبل الثورة في سوريا. كيف كان وضع الفنانين؟ كيف أنت كنت تلميذا في الأوركسترا، تعلمت النوتة الموسيقية، هل كنت تنظر إلى حريتك أم فقط كان هناك عزف ونقطة أول السطر؟ الفنان دائما هو نبوءة، هو حلم، هو وطن، هو أحلام. نعم. المنهج التدريسي في المعاهد الموسيقية أو في حتى المدارس العادية، يوجد عندنا مادة غير موجودة في النظام التدريسي ولكن موجودة في المناهج وفي كيفية التدريس، وهي مادة النفاق والكذب. أنا كنت روح على المدرسة أنشد بالروح بالدم نفديك يا مجرم، ولكن بعد انتهاء الدوام أذهب إلى البيت أسمع العائلة الكريمة وأفراد من أصدقائي ينتقدون أو في بعض الأحيان. هل كنتم تتحدثون بصوت عالي؟ والمعروف أن السوريين كانوا البعض يخاف من أبنائه، البعض يخاف من كنا أبنائه. نخاف من الحائط صراحة، حتى نحن نقول أن الجدران لها آذان. كنا نخاف من كل شيء، حتى في العائلة نفسها، الأب يخاف من ابنه والابن يخاف من أخوه إلى آخره. الملاحظة البسيطة أنه في الصباح الباكر يجب عليك أن تقول كل هذه الشعارات، بعد الظهر في المساء تذهب إلى البيت تناقض نفسك. أنت كطفل 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 15 سنة، يجب عليك أن تكذب في الصباح لكي تكون من المجتهدين ولائحات التفوق، ويجب أن تكذب على أهلك وعلى عائلتك في المساء كي يأتيك رضا الوالدين. كنت تفعل ذلك في الموسيقى أيضا؟ كنا نفعل ذلك بكل شيء أخي الكريم. هذا أنتج ثقافة النفاق، نحن نسميها الحربقة أو الكذب. أنتج أجيال من المنافقين، أنا أول واحد بيناتهم. أخذت سنوات عديدة لحتى أنا تعودت على المصداقية، أقول في وجهك لو سمحت أنا أخالفك الرأي بغض النظر عن احترامي لرأيك، وأنا لا أعادي رأي صاحب رأي ما اختلفت معه. أنا وطني، وطني أنا، هي تحدث عنها الثوار وتحدث عنها السوريون كثيرا. كيف جاءت أنا وطني، وطني أنا في لحظة الثورة؟ ماذا تمثل في تجربتك في موسيقاك؟ ماذا تفيد أيضا في النفس الثوري الذي يغنيه الصغير والكبير في الشوارع السورية؟ وطني أنا وأنا وطني، بدأت في وطني وليس في أنا. حبك نار في فؤادي، متى أراك يوما حرا يا وطني. كلمة حرا أزعجت هذا النظام الذي يعتقل ويقتل أي شيء له علاقة في الحرية. في آذار الماضي عندما انطلقت أول رصاصة إجرام على عيون الأطفال في درعا، المسألة بالنسبة إلي مسألة إنسانية بحتة. قتل إنسان جريمة نكراء، خاصة الطفل. نعم. لا أعتقد أن أحد من المشاهدين في كل هالكرة الأرضية يوافق على قتل طفل عمره 5 سنين، لأن هذه جريمة ضد الإنسانية. أنا أتكلم في الإنسانية وليس في السياسة. قطع الأكسجين على رضع ذوات الشهرين أو 3 أشهر، هذه جريمة
ضد الإنسانية، لا يرضى عليها لا نظام سياسي ولا نظام ديمقراطي ولا غير ديمقراطي ولا إسلامي ولا مسيحي ولا غير مسيحي ولا بوذي. هذه إنسانية. بالنسبة إلي تتطلب هذه اللحظات التاريخية التعبير عن الواقع. في آذار أنا بعمري بحياتي ما لحنت أغاني بصراحة، كتبت هالكلمات. أنا مؤلف موسيقي. نعم، موسيقى كلاسيكية للبيانو والأوركسترا. بسبب اللحظات التاريخية بدأت بكتابة كلمات الأغنية. أنت المؤلف وال. نعم، الكلمات واللحن. وكانت وطني أنا إهداء للشعب السوري ولكافة الشعوب البشرية التي تناضل من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. لم أذكر كلمة سوريا أو مصر. وطني أنا، دعيت المتلقي لهذا الفن، لهذه الأغنية، أن يعبر عن وطنه إن كان فلسطين أو سوريا أو المغرب. ومع ذلك منعت إحدى الجمعيات الأمريكية هذا النشيد أو هذا الغناء. ما هو السر؟ هل أمريكا التي تتحدث عن الديمقراطيات وأنت مقيم في أمريكا تتحدث عن العالم الحر وتأتي إلى بعض الأماكن والمدن وتقول إننا أبني حرية تمنع أغنية؟ ما قصة وطني أنا في أمريكا وقد منعت إحدى الجمعيات المناهضة والمدافعة عن حقوق السلم أو لا؟ نعم نعم، سؤال وجيه جدا. الجمعية التي منعت أغنيتي من أدائها في أمريكا هي الجمعية العربية الأمريكية. نعم. لمكافحة التمييز. تمييز. صور. نعم. الجمعية العربية الأمريكية لمكافحة التمييز ضد العرب الأمريكان. أتي بهذه الأغنية، يدعوني إلى المؤتمر السنوي لهذه الجمعية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وإذ يقولون لي احذف أغنية وطني أنا. أعزف ما تشاء. مع أنك لم تذكر سوريا ولم تقول. لم أذكر سوريا بسبب علاقتهم الوطيدة مع سفير الإجرام أو سفير الدولة ذاك الوقت. ألغيت الدعوة، ولكن من الضغط الإعلامي ووجود الحرية والصحافة صار عندهم ضغط، افتتحوا المؤتمر بأغنية وطني أنا، لعبوها من على اليوتيوب بدون وجودي، بدون موافقتي في هذا المؤتمر. ولكن من كان وراء هذا الوقف أو هذا الحجر أو هذا المنع؟ الثوار السوريون يقولون إن كلمة السر إسرائيل، وفي أمريكا يوجد اللوبي الإسرائيلي واليهود. والله يعني لأقول لك شغلة، هذه جمعية عربية أمريكية. يعني أنا أوافقك الرأي أنه في أمريكا كسياسة خارجية قد تكون يعني غير أمريكية ولا إنسانية في الجميع في الكثير من الأحيان. ولكن كدولة يجب التفرقة بين السياسة الخارجية وبين حقوق الإنسان كمواطن أمريكي. عندك حقوق. أنا بالأخير تعقيبا على سؤالك، ملخص الأمور، رفعت دعوة قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد هذه الجمعية العربية الأمريكية لمكافحة التمييز للطلب باعتذار للجالية العربية الأمريكية $1,000 للاجئين السوريين في تركيا. $1,000 فقط كرمز للتعبير أنه هن يعني رمز مادي. أنا ما كان هدفي المصاري أو المادي، لكنهم رفضوا. نعم. رفضوا الاستجابة لهذه المتطلبات البسيطة، اعتذار $1,000. كفاية الأمر. الجالية العربية والسورية بحد ذاتها نظمنا حفل في باحة البيت الأبيض، عزفنا النشيد السوري، عزفنا النشيد الأمريكي، وعزفنا وطني أنا. 4 أيام بعد هذا الحفل اللي كان مساند للثورة السورية، قامت شبيحة النظام بالاعتداء على الأهل. رفعت الدعوة القضائية، ربحتها من حوالي شهر، كان في نوع من المناصفة. اعتذر للجالية العربية الأمريكية من خلال مؤتمر صحفي وتصريح صحفي على الويب سايت، على الموقع الإلكتروني لهذه الجمعية، ودفعت $1,000 للهلال الأحمر والصليب الأحمر للاجئين السوريين في تركيا، وتكبدوا بمصاريف المحاكمة. طبعا كنت قبل أن نعود إلى حمص، إلى طفولتك، إلى وجعك، إلى كيف تصنع الألحان من هذه الألحان عفوا من هذه الأوجاع ومن الموتى ومن بابا عمرو ومن صراخ النساء والأطفال، أريد أن أسألك يعني كيف ينظر الأمريكيون من خلال موسيقاك ومن خلال ما تقدمه القنوات الإذاعية والتلفزية عن الثورة السورية، كيف ينظرون إلى الشعب الأمريكي، كيف ينظر إلى هذه الثورة؟ أريد التوضيح. يجب علينا المفارقة بين الشعوب، التفريق تريد أن تفريق عفوا. نعم. بين شعوب البلدان وحكوماتها. الشعب الأمريكي من ألطف الشعوب اللي أنا واجهته بحياتي، لطيف، كريم، إنساني،
يتقبل الآخر. حكومة مختلفة، الشعب الروسي لطيف قام بتسجيل سيمفونية القاشوش، السيمفونية الروسية، هذا الشعب الروسي، حكومته تقوم بالفيتو ضد أي شيء يمنع من قتل الأطفال بلدي. يجب التفرقة بين الاثنين. بالنسبة لسؤالك، يعني يشاهدون يوميا دروس في البطولات. يعني أنا ما أشاهده اليوم في سوريا أقرب ما هو إلى المعجزة الإلهية شاهدت بحياتي. يعني أبطال بابا عمر وكفرنبول ودرعا وحلب، الآن ضفضت حلب الشهباء، أقرب ما هي إلى المعجزة الإلهية. جيل البعث وجيل الأسد الذي تربى، أنا واحد منهم، أنا لا أعرف رئيس دولة إلا الأسد، أسد 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 أسد، مكتبة الأسد، مدرسة الأسد، حكم الأسد، ولكن انتفض الشعب، لم ينتفض المثقفون أو الممثلين أو الموسيقيين، انتفض الشارع، قرى، أطفال. ولكن أخي الكريم، هذا الطفل عندما ذاق طعم الحرية عاشقها لدرجة الموت. نحن بنقول باللغة العربية أحبك أو أحبك للموت. هذا نفاق، كذب. لا، لن أقتل نفسي بسبب لامرأة أو لحب، لكن الشعب السوري اليوم عاشق الحرية لدرجة الموت، الموت ولا المذلة. والنظام لم يدرك هذه الحقيقة. هذه حقيقة كانت موجودة في ثورات سابقة مثل في فرنسا أو في أمريكا، الموت أو المذلة. وقديما كان يقال اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. أريد أن أعود بذاكرتك الشبابية إلى أهلك في حمص. قلت قبل حين بأنك عندما قدمت وطني أنا تعرض أهلك لما تعرض. صف لنا أوجاعك الأخرى، أهلك كيف يتعرضون لهذا الوجع، لهذا القتل، لأنك فقط تغني لوطنك. أخي الكريم، يعني حادثة الأهل من العار علي أنا أنه أحكي فيها، مقارنة بالتضحيات التي يقوم بها أطفال بابا عمر وباب السباع والحميدية وكل مناطق حمص والبياضة. يعني الناس يضحون، يواجهون الدبابة بصدورهم العارية. تألمت فعلا بسبب الاعتداء على الوالد الكريم وعلى الوالد. بعد نشر سيمفونية القاشوش اعتدي على البيت. البيت ما في لا روح ولا إحساس ولا شيء، يعني هو عبارة عن شغلة رمزية، ولكن يتقصد هذا النظام بمزلة الشعب، بالاستهتار بكرامة الإنسان. يعني قصفوا البيت ليس مجرد قصف ولكن للتخريب، للمزلة. لكن الشعب السوري انتفض اليوم، دروس في البطولات، وأنا كلي فخر. ألبومي أو أسطوانتي الجديدة اسمها حمص، كتبتها باللغة العربية وبالإنجليزية حطيت إمسا اللي هو الاسم الروماني لمدينتي الجميلة، عاصمة الثورة السورية. والفرقة هي الفرقة الفيلهارمونية الروسية التي عزفت وبكل حب وبكل إخلاص، حتى بكوا الموسيقيين الروس عندما قلت لهم قصة الخاشوش وبطولات أطفال بلدي وما حصل له وحنجرته وحباله الصوتية. نعم. صاروا يباشرون بالبكاء هنا وعم يسجلوا سيمفونية القاشوش. طبعا عندما نتحدث عن الموسيقى والثورات، دائما أم كلثوم كانت تغني للأبطال في مصر، وموسيقيون كثر غنوا للثورات ولأحلامهم، وكانت الموسيقى ربما هي التي تذهب بالبطل إلى المعركة. الآن ماذا تفعل الموسيقى في الثورة المصرية، في الشعارات، في الأغاني، في الساحات، في الباحات، يوميا في الثورة السورية؟ أخي الكريم، ما نشاهده اليوم هي ثورة بكل المعاني، ثورة تاريخية، ثورة ثقافية، ثورة موسيقية، ثورة أخلاقية. أنا أريد أن أعرف النغم، الموسيقى. النغم هو نبض الشارع. تشاهد الناس في مظاهراتهم السلمية بأهازيج وألحان سورية عريقة. ماذا فعل الشعب السوري؟ غير الكلمات، لكنه لم يغير الألحان. يستفيد من التراث السوري العريق الأصيل، هو يحافظ على خطاب جديد بنغمة جديدة. نعم، يريد التغيير، لأن الكلمات التي تحد التعبير الإنساني في الموسيقى لم تعد ترضيه، لا تعبر عن الواقع. الواقع اليوم هو ثورة، هو تغيير، ويتطلب من هذا التغيير وهذه الثورة تغيير في كيفية طرح الفن، موسيقى، رسم، مسرح. أين نحن من المسرح؟ أين الفنانين السوريين اليوم؟ يعني نداء إلى الفنانين السوريين، أخي الكريم، عودوا إلى إنسانيتكم، ماذا تنتظرون؟ هذه مسألة إنسانية.
لا أعتقد أن يوجد أي إنسان على وجه هذه الكرة الأرضية يرضى بقتل طفل أو 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 يعني كنت سأسألك عن هذه الأشكال، ماذا تمثل في ذاكرتك؟ من أين جاءت؟ من أين جئت بهذه؟ هذه أغلى نصف شحاطة أمتلكها في حياتي، قبلة من بلدي من سوريا لطفل سوري شجاع، استلمتها في حفلتي بكندا بتورونتو. ذهب حفنة من الشباب الشجعان إلى المخيمات اللاجئين، صور سعر مخيمات لاجئين في تركيا وحصل على نصف الشحاطة هذه. عندما شاهدتها وعليها صورة طفل يبتسم صغير مع قطة هنا، وهالنظام الإجرامي قطع، لم يتحمل جرأة هذا الطفل الذي عجب الحرية، قطع الشحاطة، لم يستطع قطع الرجل لأنه هو فر إلى تركيا، لكن أخذها، أخذت الشحاطة. قلت له للأخ اللي جلبه من تركيا، لو سمحت أنا أمنيتي أنه أمتلك الشحاطة هي، أخذها على كل حفلات الخيرية للشعب السوري والمخيمات وللإغاثة الإنسانية. آخر سعر بعنا هالشحاطة فيه حوالي 75,000 دولار. أعزف سيمفونية القاشوش، أعزف مقطوعة حمص أمسة، ثم أكسر الحاجز ما بين خشبة المسرح والجمهور وأذهب إلى 700 شخص أجعلهم يلمسون هذه الشحاطة السورية، يلمسون أطفال سوريا. نعم. وماذا يحصل؟ ثم أسأل هالسبعمائة شخص، ألا تساوي هذه الشحاطة 100 دولار؟ 100 دولار، هل منكم من يرفض دفع 100 دولار لهذه الشحاطة السورية؟ يرفع يده، يخجل. 700 شخص في 100 دولار، 70,000 دولار. مثال على يعني مثال على عظمة وقوة العمل الجماعي، بدل ما شخص واحد يدفع 50. وأيضا هذا مثال على ما يقوم به الفنان الموسيقي الآن في جمع ربما تبرعات وأيضا تقديمها للثورة السورية. 100% أخي الكريم، هذا واجب إنساني. يعني هذا النظام يقطع الغذاء، الكهرباء، الاتصالات، الحليب، الأدوية، المستشفيات، يقصف المآذن. نعم. يمزق المصاحف، يمزق الأناجيل، لا يعرف أي شيء. طبعا هذه رمز لأطفال سوريا الذين فروا ولم تبقى إلا الذكرى والمقاومة. وهذه أستاذ مالك، هذا أخي الكريم عبارة عن أقدم تدوين موسيقي في العالم. نعم. تصور عندما كان السوريون أحرار بدون دكتاتور بدون قمع، حر للتفكير، ابتكروا الأبجدية. تصور اليوم، تخيل أخي الكريم، العالم اليوم بدون أحرف، أين نحن؟ تخيل اليوم العالم من دون تدوين موسيقي. نحن ابتكرنا التدوين الموسيقي وليس فقط الموسيقى، يعني عم نحكي نحن علوم الموسيقى. للمشاهد الكريم، طبعا أنت ذهبت إلى الأوغاريت وطوعت هذا التراث الأقدم ألواحه وجعلته في شكل موسيقي معاصر. نعم. يعني قدم للمشاهد الكريم، ما هي الأوغاريت؟ هذه ماذا تمثل؟ في أي تاريخ؟ في حضارة ما؟ في معنى ما؟ في زمن ما؟ نحن نتكلم 2000 قبل الميلاد، قبل المسيح وقبل سيدنا محمد و 2000 صلى الله عليه وسلم. 2000 قبل الميلاد، رقم فخاري وجد في أوغاريت على الساحل السوري قرب مدينة اللاذقية، حضارة عريقة جدا، قاموا بابتكار الأحرف الأبجدية وقاموا بابتكار التدوين الموسيقي. لسنوات عديدة لم يتمكن علماء الآثار من فك هذه الرموز، استطاعوا من فك رموز الكلمات أو الأنشودة الدينية لامرأة عقيم سورية تدعو الآلهة أن تنجب لها الأطفال. نعم. ويوجد هذه الكلمات على الوجهين. ماذا تقول هذه الكلمات؟ هل هي عبارة عن أنشودة دينية؟ يعني هل لديك معانيها بعض الكلمات؟ نعم. تقول: أيتها الآلهة، أنا الزوجة الصالحة، أريد أن أنجب الذرية الصالحة. عبارة عن دعاء. عندي كلماته في الألبوم. ويوجد أيضا معه التدوين الموسيقي الذي يرافق هذه الكلمات وإرشادات إلى تدوين الآلة الموسيقية. كيف كان شكل الموسيقى في هذا العصر؟ شكلها كان مثل هذه الرموز أخي الكريم. كل رمز نوتة أو يرمز إلى مسافة موسيقية. ويوجد المقام، ويوجد إرشادات على تدوين الكنارة من أمعاء الحيوانات. قاموا أيضا بصناعة الآلة الموسيقية الكنارة التي تشبه هذه الآلة الهارب. نعم.
جدت هذه الآلة العريقة الآن. جدتها. أنت متأكد؟ نعم. جدتها اللزم كانت في أوغريت، ابتكرها الفنان السوري الحر. لعلك توقفت عند الحر وعند هذه المقامات، كيف أعطيتها الطابع الآني؟ عندما نذهب إلى الماضي، صالح عبد الصبور في القصيدة العربية يقول الرمز يغرس قصيدة الشعر في قلب التاريخ. هذه الموسيقى أخذتها من تلك المرأة التي تريد أن تنجب ذرية صالحة، تريد أن تتوقف عند معنى الحرية الآن، كيف استفدت فيها في الآن في الثورة السورية؟ هذا مشروعي ما قبل الثورة السورية، أنا دائما أبحث إلى جذوري، إلى سوريا، إلى تقديم سوريا، يعني أنا فنان الثورة، فنان سورية قبل الثورة، خلال الثورة وبعد الثورة. أليس له الآن معنى مختلف مع طبعا الثورة؟ طبعا معنى مختلف، نحن يعني شتان ما بين الفنان السوري اليوم الصامت على الجرائم الإنسانية وبين الفنان السوري الحر الذي ابتكر التدوين الموسيقي، شتان ما بين المثالين. أين نحن اليوم من الابتكارات؟ ماذا ابتكرنا في عهد هذا النظام الدكتاتوري؟ ماذا ابتكرنا؟ ماذا دوننا؟ أين الابتكارات؟ هل دوننا نحن تراثنا؟ مقاماتنا، موالاتنا، مقاماتنا العربية، إيقاعاتنا، أين 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 توثيق الفن السوري؟ طبعا أنت تتحدث عن الموسيقى، هل تريد أن تعود إلى آلتك الجميلة كي تقدم شيئا لمشاهدينا الكرام في سهرة الدوحة هنا في الميلينيوم، ونحن نتحدث عن الثورة، يمكن أن تعود إلى الموسيقى وتقدم شيئا؟ سوف أعزف مقطوعة حمص، نعم، إمسا، التي هي عنوان أسطوانتي التي أهديها، وأكتب هنا في كافة أرجاء العالم، أهدي هذا الألبوم إلى أهل وطني الشجعان في سوريا الذين يواجهون أبشع جرائم الإنسانية ويتظاهرون بسلمية من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. أنا عم أترجم الإنجليزي. جيد. وطبعا هل أسطوانة هي بالذات أهديها إلى مدينتي وأهل مدينتي حمص، وهذا سبب تسميتها حمص. تفضل أستاذ. تفضل. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه السهرة الموسيقية من على الجزيرة مباشر في ليلة الدوحة في الميلينيوم، والآن نعود إلى حمص ولكن عبر أصابع الأستاذ خالد الذي يتذكر وجعه ويكتبه بهذه الأحلام وبهذه الموسيقى. تفضل أستاذ.
تبدو حمص وجعا موسيقيا. الموسيقى هي وجع الروح وروح الوجع. وعندما نعود إلى الموسيقى نعود إلى ذاكرة سورية. أستاذ خالد، هذه أستاذ مالك، عندما نذهب إلى هذه الموسيقى ونذهب إلى حمص، الغرب، أوروبا يفهمون بالفنون مثلما يفهمون بحرية الإنسان وبحقوقه. هذه الموسيقى كيف وصلت إلى الآخرين عن ثورتك وعن حمصك؟ أخي الكريم، لكل واحد منا واجبه الإنساني في إيصال الصورة الحقيقية لهذه الثورة. أنا من واجبي كفنان سوري من حمص أن أكون جسر موسيقي لتوصيل رسالة الإنسان السوري اليوم والواقع المرير الذي نشاهده في ضد هذا الظلم. أحكي حكايات الثورة من خلال مقطوعة أمسة حمص، من خلال مقطوعة سيمفونية الخاشوش، من خلال مقطوعة نبض سوري، من خلال مقطوعة زنزانة. هذه كلها مقطوعات موجودة في أسطوانة حمص. زنزانة لتصوير حكاية القمع والاضطهاد. نهيت الألبوم بمقطوعة سلام. مقطوعة سلام لأننا نحن دعاة سلام. دعني أقول لك بعض الحكايات عن مدينة حمص. عندما جاء الفرعون الدكتاتور رمسيس، عم نحكي 1200 قبل الميلاد، إلى سوريا مع عرباته وجنوده بده يعمل حرب. قلنا له نحن لا نريد حرب. أهل حمص في تل النبي مند قرب العاصي وقرب قرية القصير الذي استشهد منها الكثير، قلنا له حرب كلمة طويلة وبشعة، نريد كلمة أقصر، حب. حذفنا الراء، نريد حب، نريد سلام. في معركة قادش أخي الكريم على ضفاف العاصي، نفس النهر الذي وضع فيه جثمان وحبال الصوتي إبراهيم الخاشوش، أول معاهدة سلام في تاريخ البشرية في حمص في معركة قادش. واحد. اثنين، في حمص خمس إمبراطوريين حكموا الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الرومانية من حمص. كنيسة أم الزنار قطعة من زنار سيدة مريم العذراء موجودة في كنيسة أم الزنار في حمص. هذا دائما في الماضي، لأنه اليوم نحن ما عندنا حرية، لم نبتكر شيء، لا خربنا بس تخريب، 50 سنة تخريب واليوم يخرب أكثر. لكن عندما يكون السوري الحر في الخارج يبتكر الكمبيوتر، مثل ما تفضلت أنا، نحن ابتكرنا الأبجدية وابتكرنا الموسيقى وعملنا أول معاهدة السلام واحتوينا كل الديانات. إلى اليوم يوجد قطعة من زنار سيدة مريم العذراء في حمص. ولكن عندما يكون السوري الحر في المكان الملائم يبتكر الكمبيوتر. أخي الكريم، ستيف جوبز جندلي ابن عبد الفتاح جندلي سوري ابتكر الكمبيوتر، ابتكر الآيفون، الآيباد، الآيتونز. تصور اليوم العالم بدون كمبيوتر. كم من هؤلاء العظماء العلماء الذين ابتكروا يقتل اليوم، كم من الأطفال الوطن يقتل ويغتصب ويعتقل. يجب أن نعمل ما بوسعنا لوقف القتل واستعادة وطننا الحر سوريا. طبعا الحرب كما كان يقول أحد الشعراء، وما الحرب إلا كما علمتم وذقتم، متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة. الحرب ذميمة، تقتل الناس، تشوه التاريخ، تشوه الحضارات. ولكن الموسيقى هي بلسم هؤلاء. مرة أخرى داخل الموسيقى، كيف تغني الآن لهذه الثورة من خلال هذه المقامات، من خلال هذا الحد؟ ما هو الشيء الذي تضيفه إلى الثورة موسيقاك؟ أنا أحاول كإنسان أولا وكفنان سوري أن أرتقي إلى مستوى الثوار في الداخل. لا أعتقد أن أي منا في الخارج ارتقى إلى مستوى الثورة السورية التاريخية في الداخل. أحاول أن أرتقي من خلال الموسيقى، أن أحكي حكايات حمص وبابا عمر وكفرنبول في دار الأوبرا في فيينا برعاية الرئيس النمساوي هاينز فيشر. تصور حفلتي من حوالي عدة أسابيع في عاصمة الموسيقى في النمسا برعاية الرئيس النمساوي هاينز فيشر، جزاه الله خير والله.
أين رؤساؤنا اليوم من دعم ورعاية حفلات خيرية من أجل الشعب السوري الذي يذبح وبنات سوريا التي تغتصب كل يوم ونحن يعني نتفرج؟ بقى أنا مسؤوليتي كإنسان أن أوصل هذه الرسالة بشكل راقي، أحاول أن أرتقي إلى مستوى هذا الطفل الذي عشق الحرية. هل عشقت أنا حريتي كما عشق هذا الطفل حمزة الخطيب أو هاجر الذي ضحى بحياته؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا كل يوم. نعم، في يوميات الثورة السورية أغاني جديدة، كلمات جديدة، شعارات جديدة، ألحان جديدة، أنغام جديدة، موسيقى جديدة، من يصنعها؟ هل تستفيد مما يجري في الثورة، هذه الينابيع التي تتفجر يوميا؟ يصنعها الشعب، الشعب يصنع المعجزات. أخي الكريم، من ابتكر الموسيقى، التدوين الموسيقى الموسيقي؟ الشعب السوري القديم. من ابتكر من قام بتدوين أول معاهدة سلام في التاريخ؟ الشعوب. نعم. ليست الأنظمة. الأنظمة إلى زوال. فرعون راح. ولكن كثيرا ما عندما نتحدث عن الشعوب، عفوا أستاذ، عندما نتحدث كنا نتحدث عن الذوق العام الذي ما قبل الربيع العربي، كان هناك مسرح معين، فنانون معين، حكاية حارات معينة، تاريخ معين، أنغام معينة، فنان الشعب، فنان كذا كذا كذا. هذه اللحظة التاريخية ماذا بقي منها؟ أخي الكريم، كنا نشاهد فنون زائفة، يعني نقول سوريا الدرب والكتاب في المعاقل، وطل مروحي تغتصب، ونسمع إلى أغنيات زائفة تتحدث عن الوطنية وعن العروبة وعن 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 وعن، وثلاثين ألف مواطن سوري ذبحوا في حماه. أين الحرية وأين لا يوجد مصداقية في هذا الفن. أسألك عن هذا السؤال، هذه الحيرة، أين هم الموسيقيون السوريون الفنانون الآن؟ والله أنا صوتهم. والله هذا السؤال أنا أريد أن أوجهه على الهواء مباشرة، أين أنتم أيها الفنانون السوريون؟ يعني هل فقدتم إنسانيتكم؟ هل ترضون أن طفلي عمره شهرين أو أربعة أشهر تغتصب أو تقطع؟ يعني أين إنسانيتكم؟ ما عم نحكي سياسة نحن؟ فوق 1400 طفل ماتوا بسوريا، يعني ما حرام أبطال باب الحارة والموسيقيين؟ أنا برأيي العذر الوحيد هو انعدام الإنسانية. هذا النظام أبدع في سلب معنى الوطنية. أنا بحياتي بعمري ما كان أمتلك العلم السوري، أنا أعترف على الهواء، لم أمتلك العلم السوري، لأنهم ربطوا العلم رمز الوطن بشخص أو عائلة، عائلة الأسد، سوريا الأسد، مكتبة الأسد، مدرسة الأسد، مسبح الأسد. إن شاء الله بعد الثورة سوف نشاهد مرحاض الأسد. يعني ما بعرف، أعتذر لكم المشاهدين. طبعا نتحدث في، يعني أنت كفنان وكمبدع تعيش في أوروبا، تعيش الحنين أو النوستالجية دائما تكتب الموسيقي والشاعر والمبدع، ربما يوميات، ربما ألحان جديدة، ربما موسيقى جديدة. الغربة عن سوريا قبل الثورة كيف كانت؟ وهل ما زلت تشعر بالغربة الآن وقد بدأت الثورة من أجل التغيير؟ أخي الكريم، يوجد عندك حوالي 21 مليون سوري مهجر، نحن مهجرون. يعني أنا ما والله تركت سوريا فقط لأنني أريد أن أذهب لأقتني المال أو شيء، ظهرت مشان أول شيء مشان طلب العلم، مناهج فاسدة، مشان الكرامة الإنسانية والحرية. هذا السبب أن نحن عندنا 21 مليون سوري خارج سوريا، كلهم لم أقابل في حياتي سوري أو سورية في الخارج إلا وهي قصة نجاح باهرة بسبب ضمان حريتهم. جوابي، أنا يعني أتمنى أن أكون مع ثوار الداخل اليوم، كل يوم والله، لا ليل ولا نهار نهار. يعني أنا في حالة من الصراع الداخلي، ولكن أعتقد أنه أنا اليوم حكون فعال أكثر في إيصال الحقيقة والجمال في هذه الثورة إلى العالم من خلال الموسيقى، من خلال حفلات خيرية، لأن هذا واجبي. هل ذهبت إلى اللاجئين؟ ما هو دور الفنان الآن الحر الغائب عن الوطن والممتزج فيه في حالة من الثورة؟ دور مهم جدا أخي الكريم. هلأ أنا ممكن أتنقل في العالم بحرية، ممكن أن أحاول أن أرتقي إلى مستوى الثورة في حفلة في أهم مسارح أوروبا أو في أمريكا، كي أصل أو أحاول أن أوصل الحكايات الغير الغامضة للثورة السورية. تعرف هلأ حرب إعلامية. نعم.
أنا وقت بيجي بالموسيقى بدون كلمات أحاول أن أحكي حكايات الثورة بشكل راقي. أحاول أن أحكي حكاية زنزانة. هل تصل هذه الحكاية طبعاً بالمعنى تصل الذي تريده؟ هذا ما أحاول أن أعمله كل يوم. يعني أنا اليوم متفرغ 100% لهذه الثورة لأنها ثورة وطني. وأحاول أن أجمع التبرعات الإنسانية من أجل الدواء والغذاء من خلال أنا أتبرع بأتعابي لهذه الحفلات الخيرية. هذا أقل شيء ممكن واحد يعمله كفنان. طبعا الأناشيد الحماسية هي أيضا شكل من أشكال استنهاض الإمام وتقديم الحالة الثورية. الآن كيف تتعامل؟ هل أنجز الفنانون السوريون المتصلون بالثورة هذا المعنى؟ هل هناك أناشيد؟ هل هناك أغاني سورية يمكن أن نقول بأن هي فعلا أغاني الثورة بهذا الشكل؟ أخي الكريم، أين هم الفنانون السوريون؟ يعني ما بنعدوا على الأصابع، يمكن ما بنعدوا على يد واحدة. الفنانون السوريون حقيقيين اليوم هم الشعب السوري، الساروت، إبراهيم الخاشوش، الأطفال التي تغني، التي تأخذ الألحان البسيطة التي كانوا يعرفوها ويغيرون الكلمات. هذه هي. يعني ألا يوجد فنانون آخرون مغتربون من بين 21 مليون مواطن سوري في الخارج؟ يوجد، ولكن أين هم؟ لا، لم أسمع بهم والله. على الهواء مباشرة أرجو الاتصال على موقعي كي نتواصل معهم. هل ما زالت حالة الخوف في الربيع العربي؟ شاهدنا جدار الخوف، سقط جدار برلين في مرحلة معينة بعد أن سقطت، بعد الجلاسنوست والثورة في روسيا، سقطت روسيا هذه المؤسسة الكبيرة في تاريخ معين، ثم سقطت جدار برلين، ثم سقط جدار الخوف العربي. هل لا يزال المواطن السوري، الفنان السوري، المبدع السوري، الموسيقي السوري يشعر بهذا الجدار؟ أبدا، لا يوجد خوف. انكسر حجاز الخوف عندما قام إبراهيم الخاشوش في حماة وقال يلا ارحل يا بشار في وسط سوريا. أين خوف؟ لا يوجد خوف. أنا عندك 21 مليون سوري في الخارج. أنا أتحدث عن الخارج. الخارج، نعم، الخارج، الخارج. خوف من ماذا؟ أنا أتظاهر في واشنطن، واليوم أنا في الدوحة، وغدا في فرانكفورت، وبعد أسابيع في لندن. أخاف من ماذا؟ من الموت؟ لماذا أنا يجب أن أخاف من الموت؟ المقصود بالخوف هنا الجانب البسيكولوجي النفسي، ربما الانتقال من حالة الصمت إلى مرحلة القول والإبداع كما تفعل أنت الآن. هذا قرار. أنا برأيي أي شخص ما عم يأخذ القرار هذا انعدمت فيه الإنسانية. أنا ما عم لاقي أي عذر تاني. يعني أخي الكريم، حتى بسألك أنت وقت بتشوف 15,000 على الأقل، أنا بضربه هذا الرقم بعشرة، أنا بتوقعاتي 150,000 سوري ذبح من هذا النظام، غير المفقودين وغير اللاجئين وغير المهجرين وغير الجرحى. وعندك بعد السيكولوجي، عندك الأطفال الموجودين في سوريا، عندك هلا أجيال من الأجيال من العالم مضطربين نفسيا بسبب هالجرائم. أسألك أخي الكريم أنت، نعمل حوار، ماذا برأيك أنت أي فنان لم يعني يخرج من حالة الصمت؟ أنا أعرف ماذا تتوقع؟ أجيبك. نعم. أنا أعرف مثلا مقولة أحد المفكرين الفرنسيين وسانت باف وعالم اجتماعي، يقول الفنان هو الموقف، المبدع هو الموقف، الكاتب هو الموقف. إذا انتفى الموقف انتفى المبدع وانتفى الكاتب. مسلم هتم. أين هو؟ ما هو موقفهم؟ ما هو موقفهم؟ الصمت يعني الرضا على جرائم إنسانية. نحن ما عم نحكي سياسي، جرائم إنسانية ضد الأطفال. لا 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 لا، أنا برأيي ما خوف. خوف من ماذا؟ شوف. نعود أستاذ إلى الموسيقى، إلى عالمك، إلى النوتة. يعني البيانو آلة لا أقول أرستقراطية، أنت تعرف تاريخ الفنون، ولكن ارتبط بالقصور. نعم. وارتبط أيضا بالتغيير وبالثورات هذه. نعم. الآلة الموسيقية تحديدا إلى أين تذهب؟ العرب عاطفيون مع العود، مع الكمنجة، مع التخت كما يقال، التخت الشرقي. نعم. نعم. يعني هذه الآلة الجميلة أيضا وهي مفردة عظيمة في الموسيقى الإنسانية والعالم، ماذا تقدم بها؟ كيف تقدم لك وجع الثورة وأحلامها عندما تجلس إليها بهذه الأصابع؟ والله يا أخي الكريم، أنا أتمنى أن تكون آلتي هي آلة العود، أكثر حساسية من آلة البيانو. يجب أن تضبطها كل ربع ساعة لأنها تتأثر بالجو. هذا البيانو تعمل له تضبط مرة خلصنا أسبوع أسبوعين. آلة العود العربية أكثر شفافية، وأنا دائما أمزجها هلا بحفلات خيرية بين العود والبيانو. ولكن ما أقوم به هو توظيف العلوم الموسيقية، العلوم الموسيقية التي ابتكرها أجدادنا في أوغاريت بالألحان الشعبية. إبراهيم الخاشوش يلا ارحل يا بشار، أخذت اللحن البسيط
وظفت العلوم الموسيقية التي ابتكرناها من توزيع وتدوين إلى الآلات التي نحن ابتكرناها التي طورت وحافظنا عليها لعرضها بشكل لعرضها بشكل يرتقي إلى مستوى الثورة. السؤال ربما وأنت تتحدث يعني الشعوب العربية تتحدثون عن الأوغاريت والعراقيون يتحدثون عن حضارة بابل وزرياب وزرياب والأندلس والمصريون وأهل المغرب العربي يعني أين كانت الشعوب العربية في هذه الفترة حتى قال نزار قباني نحن الخراف العربية الموقعة أدناها؟ يعني ما الذي حدث قبل الربيع العربي الذي فنا حدث وإبداعا وثقافة وفكرا وتميزا؟ لماذا نام العرب يعني برأيك؟ بسبب انعدام الحرية. جاءك كل واحد دكتاتور شكل سلب الحريات، سلب شعور الوطنية، سلب الشعور الإنسانية من قلوب الناس، جعلهم قطيع غنم، زرع سياسة النفاق والكذب، يجب عليك أن تكذب وتكافئ على الكذب، خرب الإنسان، شوه التاريخ. أنا لم أدرس تاريخ بلدي في كتب التاريخ، أخي عند كتب التاريخ الموسيقى لم أحد يقول لي أنه أنا أجدادي في سوريا ابتكروا الموسيقى، لم أسمع بها. حاولوا أن يختصبوا تاريخنا ويقولوا أنهم التاريخ، سوريا الأسد وحضارة الأسد. ماذا كان قبل الأسد؟ حتى هذا العلم أخي الكريم أنا ما كنت أعرف عنه شيء. طبعا الوقت يمر سريعا والكلمات أيضا جميلة وللموسيقى أجمل. أدعوك مرة أخرى أستاذ إذا كنت تفضل أن نستمع إلى أصابعك. كنا في حمص، هذه المرة نذهب إلى أين؟ هذه المرة سوف نذهب إلى الصمت، لن أذهب إلى البيانو، قطعة صامتة أود الجمهور أن أتحدث إليها. في عام 1952 مؤلف أمريكي قام بتأليف قطعة موسيقية اسمها 3 دقائق 44 ثانية من الصمت. تجلس على البيانو أو على أو فرقة سيمفونية كاملة لا تعزف شيء. طبعاً الصمت بلاغة. الصمت بلاغة. وأنا هذا ما أفتتح به الآن حفلاتي الخيرية بمقطوعة صمت المؤلف جان كيج لكي أذكر الجمهور الكريم بمدى قوة الصمت ومدى العار الذي أنا الآن أشعر به عندما أشاهد إنسان يصمت على الجرائم الإنسانية. أذكرهم بالصمت وهذه هي دقيقة الصمت التي أفتتح بها أمسياتي الموسيقية لأذكرهم بالصمت ودقيقة الصمت على أرواح الشهداء. هذه فلسفة في الموسيقى. جميل، أنا أشاركك. الصمت بلاغة والصمت أيضا رسالة والصمت معنى والصمت أيضا إدانة والصمت أحيانا نصبح ذلا، أليس كذلك؟ طبعا 100%. يعني أنا تذكير بأن الموسيقى نحن يعني نرسم على في 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 هذا الفراغ من الصمت لنصمت لدقائق أو لثواني معدودة. قوة إلهية في الصمت، مثل عندك جدار فارغ من اللون الأبيض ثم ترسم عليه الألوان، ألوان الثورة، الأحمر، الأخضر. نتحدث عن الصمت، لماذا يصمت كثير من الفنانين العرب؟ الموسيقى العربية فنانون أثرياء مشاهير كثر في هذه العاصمة أو تلك، أشرطة تباع وثروات بالملايين، ولكن الشعوب العربية تموت والدماء تموت، لم نسمع أصوات الفنانين. هل سمعت صوتا يقول لا لهذا القتل؟ ما رأيك؟ سؤال وجيه جدا، يعني سؤال جميل بصراحة أخي الكريم. ما هو الفن؟ الفن هو البحث عن الحقيقة، الحقيقة والجمال. ما هي الحقيقة اليوم؟ الحقيقة هي ثورات تاريخية ربيع عربي من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، ولكن بعد عقود من الدكتاتورية وسلب الحريات نتج لدينا فن زائف لا يبحث عن الحقيقة ولا يبحث عن الجمال، يبحث على أبوس لواوة ويبحث على قلة الأدب ويبحث على عدم الاعتراف بالواقع، إن كان مرير ولا إن كان مزدهر ولا إن كان عربي ولا إن كان إسلامي ولا إن كان أي شيء، زائف نفاق. لذلك تعود الفنان العربي على إنتاج فن زائف لا يرتبط بالواقع وليس له جمالية. يعني أنا الأغنيات المبتذلة هي الموجودة في السوق لا تمثل حضارتي، لا تمثل ديني، لا تمثل هويتي. أغنية أبوس لواء ولا تمثلني، ولكن ولا تمثل ربما حتى الموسيقى العربية. نعم، لم توظف المقامات العربية العريقة
الالحان يعني الايقاعات، ولكن الجمهور يذهب وراء هذا 100%. هذا هو سؤالي. المشكله في من يقف وراء صناعه ما يسميه ثقافه التكليس في الوطن العربي؟ شكرا. انظمه الدكتاتورية سلبوا الحريات، نتج عن هالشيء هذا تخلف وخطأ في تأويل الدين وتأويل الثقافة وتأويل الإنسان وتأويل الوطنية وتأويل الشعور الإنساني. لذلك نشاهد المشكلة الكبيرة أخي الكريم في الوطن العربي، وأنا أشكرك على هذا السؤال الجميل، مستوى الإدراك دون مستوى المطروح. أطرح عليك أقدم تدوين موسيقي لا تفهمه، أطرح عليك كتاب الله عز وجل لا تفهمه، أطرح عليك موسيقى بتصير قلة أدب. يعني صار عندنا نوع من التخلف المخيف، تلوث بصري، مكارم الأخلاق رقم واحد، نقود مصاري مثل ما تفضلت، مصاري 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 مصاري، بعدين يمكن الإنسانية رقم 15. العار يجب الإنسانية تكون أول شيء. يعني هذه الأشكال الكاريكاتورية من السخرية في العالم العربي، يبدو أن العالم العربي مقلوب رأسا على عقب، ولكن الموسيقى أيضا ربما تصنع بعض التوازن. أدعوك مرة أخرى لأن نسمع أصابعك. ذهبنا إلى حمص وأتمنى أن نذهب إلى مكان آخر. سوف نذهب إلى يافا، عروسة البحر. ويافا حقيبة منسية في مطار، كما كان يقول محمود درويش، حقيبة منسية في أهديها مطار. إلى الشعب الفلسطيني الذي يعني أخطأنا بحقه لسنوات عديدة. والآن تعرف قصة ولكنهم الأسرة. ولكنهم تحدثوا عن المقاومة في سوريا، نظام سوريا يقول أنا أتحدث عن المقاومة، ألم يكن حديثا صادقا عن المقاومة؟ قلعة الصمود والتصدي للكراسي أخي الكريم. قلعة الصمود والتصدي للكراسي، التصدي لأي شيء له علاقة بالحرية، والصمود على الكراسي. نذهب إلى يافا حيث البرتقال، حيث الحنين، حيث محمود درويش، حيث المقاومة الفلسطينية. تفضل أستاذ. إلى اللقاء في يافا وفي حمص وفي كل ساحات الحرية إن شاء الله. الربيع العربي لن يتوقف في سوريا، سوف يتابع مسيرته من المغرب العربي إلى مصر إلى اليمن إلى سوريا، وإلى لقاء في كافة البلدان العربية المحررة إن شاء الله. طبعا الربيع العربي ليس شرطا أن يصبح دماء، قد يصبح شكلا من الألحان الجديدة، من الكرامة الجديدة، من الموسيقى الجديدة، من الإعلام الجديد، من الحضور الجديد، من العزف الجديد أيضا. أضيف ليس الجديد فقط، إنما الحقيقي. يجب أن نكون حقيقيين في صرحنا كإعلامي، كبرنامج، كفنان، كرسمة. يجب أن نبحث عن الحقيقة والجمال. بعض الفلاسفة يقولون يا صديقي إن الحقيقة كالفيل لا يمكن أن نقبض عليه مرة واحدة. ولكن عندما تتحارب الأفيال من يدفع الثمن؟ الحشيش. ولكن إفريقيا لا تزال تعاني رغم كثرة الأفيال. تفضل. الحشيش الذي عانى أخي الكريم، الأفيال تنطح بعضها. ذكرتني بقصيدة نزار قباني، خبز وحشيش وقمر، عندما خسر العرب معركة أمام إسرائيل. أتمنى أن لا يخسر العرب معركة الربيع العربي. لا، نحن نربحها، لأننا نشاهد اليوم ثورة في الفن واستعادة الشعوب الوطنية والإنسانية إن شاء الله. أشكرك أخي الكريم. تفضل. يافا. تفضل.
شكرا جزيلا بلغة الأصابع بلغة الموسيقى من حمص إلى حماة إلى اللاذقية إلى الثورة السورية ذهب بعيدا في أمريكا في ألمانيا في روسيا وكانت الثورة هي هذه المهماز كانت الموسيقى هي وجع الروح وكان الوجع هو الروح ذهبنا إلى حمص إلى الثورات العربية إلى الفن إلى الثورة ذهبنا إلى يافا يافا البرتقال يافا محمود درويش يافا المقاومة فلسطين أيضا الربيع العربي شكرا لك جزيل الشكر على هذه اللحظات الجميلة الشكر لك لاستضافتك وإلى اللقاء في باب عمر في القريب العاجل إن شاء الله في حمص شكرا جزيلا شكرا حبيبي شكرا جزيلا لكم لا أعرف كيف أعزف أتمنى أن تكون قد وصلتكم كلماتي شكرا للزملاء الذين رافقوني أبو علي مخرجا الزملاء التقنيين جميعا بأسمائهم شكرا أيضا لإدارة الميلينيوم في ليلة الدوحة على هذا الفضاء من على الجزيرة مباشر إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لك شكرا جزيلا شكرا أنا سعيد جدا بهذا الحوار أتمنى